مقدمة، ممثلة، أزياء، تمثيل، بتعكله ما شاء الله مسبعة الكارات. هتذكركم كتير ببرامج MBC3. أكيد عرفتوا مين هي؟ أصالة كامل. مرحبا ورمضان كريم. كل سنة وانت طيب. رمضان كريم عليك وعلى كل اللي بتابعونا. أنتي تركتي شيء لغيرك؟ بحب أعمل حاجات كتير فعلاً. أصالة برمضان هي من أي نوع؟ نفسي أبقى من النوع الثاني، أكل مرة واحدة ولا ما بمد إيده أبداً على شغل المطبخ. الصريح إن أنا ما بحطش ولا بشيل. إحنا ثلاث بنات فكلنا في الآخر بنساعد بعض، كل واحدة مفروض تحس على دمها. ويلا دورك دلوقتي. الفطور أكتر ولا السحور؟ السحور. رمضان تحس بالليل مختلف عن المغرب. موقف مستحيل تنسيه صار معك في رمضان؟ ذكريات الطفولة، إن إحنا كنا بنصوم نص يوم. فعلاً دي حاجات تضحك، لأنه حتى الأكل كنا نصوم عنه بس نشرب مية وفاكرين إن إحنا صايمين. بدنا نختبر معلوماتك بالطبخ. حبهرك. أهلين وسهلين. لك أهلا وسهلا. يلا بلا ترسيلي هلأ. ثلاث أكلات مصرية. ملوخية، بشاميل، محاشي. ليش تأتأتي؟ أم علي. أبو علي. قطايف. أعطيني ثلاث أسماء حشوات للقطايف. بقلاوة. قطايف قلبها بقلاوة، صار يعني اختراع. أعطيني أسماء ثلاث أكلات ما بتحبي تأكليهم برمضان. أو صفنتي كمان، يعني في أكلات ما بتحبيها. شجع متابعيني إنه يقربوا من ربنا، يحافظوا على صلاتهم، يقرأوا القرآن أكثر في رمضان. رمضاننا ورد، لهالسبب حبينا نهديكي وردة. هالمرة الوردة ما بس رح تكون إلك، وتختاري شخص واحد تهديه هي الوردة. لأغلى حد في حياتي هي ماما أكيد. رمضان كريم ورمضاننا ورد.